جهاز التعليق الهوائي يسمح للسائق بالتحكم في ارتفاع قاعدة السيارة عن الأرض واختيار الارتفاع، وهو مصمم لتسهيل القيادة عن طريق اختيار الارتفاع الملائم لظروف القيادة. لتشغيل جهاز التعليق الهوائي استخدم هذا الزر. بإمكانك تغيير ارتفاع السيارة عن طريق ضغط زر التحكم في الارتفاع للأعلى أو للأسفل، وسيتم عرض الارتفاع الذي قمت باختياره على شاشة العرض. يوفر جهاز التعليق الهوائي 3 ارتفاعات مختلفة: الوضع العادي N، ويستخدم للقيادة العادية، الوضع العالي High، ويستخدم للقيادة على طرق فيها مطبات، ويقوم برفع السيارة عن الوضع العادي بحوالي 40 ملم. لاحظ أن الوضع العالي لا يعمل عندما تكون سرعة السيارة أكثر من 50 كم في الساعة. الوضع المنخفض Low، ويستخدم لخفض السيارة لتسهيل عملية تحميل الأمتعة أو الصعود والنزول من السيارة، ويقوم بخفض السيارة عن الارتفاع العادي بحوالي 20 ملم. لاحظ كذلك أن الوضع المنخفض لا يعمل عندما تكون سرعة السيارة أكثر من 12 كم في الساعة. لإغلاق جهاز التعليق الهوائي استخدم زر الإيقاف Off. ينخفض ارتفاع السيارة تلقائياً بشكل تدريجي عند وقوف السيارة لفترة طويلة أو عندما تتغير درجة الحرارة، ويعود للارتفاع المضبوط عند عمل السيارة مرة أخرى. من أجل سلامتك، تأكد من إيقاف جهاز التعليق في الحالات التالية: عند رفع السيارة أو عند تركيب جنازير على الإطارات، عند قطر السيارة، في حالات تغريس السيارة. راعي كذلك عدم استخدام الوضع العالي هاي إلا في حالات الحاجة عند قيادة السيارة على الطرق الوعرة، لأن هذا الوضع يقوم برفع مركز ثقل السيارة أكثر من العادة، مما قد يتسبب في عدم استقرار السيارة على المنعطفات الحادة.